مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفقاس اللي كيجي غزال ورائع في المنظر وحتى في المذاق، اللي تقدروا تستعملوه في المناسبات والعراضات والحباب. بطبيعة الحال غادي نحتاج لهذا الفقاس. عندي هنايا جوج بيضات، كاس ديال سنيده، كاس ما بين الزيت والزبده، الزبده دايبه نص كاس ونص كاس ديال الزيت، خلطين تعطيونا كاس. هنا نص كاس ديال عصير الليمون، ثلاثه المعالق كبار ديال ماء الزهر. غادي نحتاج كذلك هنا عندي خماره كيماويه وحده. غادي نحتاج قبيصه ديال الملحه. بالنسبه للفواكه الجافه هنا استعملت القرقاع، اللوز، وعندي هنا العنب الابيض، وعندي الطحين باش غادي نجمع الخليط ان شاء الله. بالنسبه للفواكه الجافه تقدروا تستعملوا اي فاكهه جافه متوفره عندكم في الدار. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخد البيض غنوضعه في واحد الاناء او قصريه فاش غادي نخلط الخليط. مباشرة غادي نضيف عليهم كاس ديال سنيدة، كذلك كنزيد عليهم كاس اللي مخلط ما بين الزبدة دايبة والزيت النباتية. نزيد عليهم نص كاس ديال الليمون، ماء الزهر، وغادي نضيف بطبيعة الحال قبيصة ديال الملحة. اي حلوة كتحتاج هاد القبيصة الملحة ضروري كنديروها، وكنمزج جميع المكونات حتى كتذوب لي سنيدة وكيتخلطوا لي العناصر مزيان. اذا في هذه الاثناء هذه غادي نبدا نضيف الطحين. الطحين هنا كيبقى على حساب الخليط، يعني تنديروا الدقيق يعني تنحصلوا على واحد العجين تكون متماسكه ما تكونش قاسحه، وكذلك ما تكونش رطبه ثاني بزاف. كنضيف هنا خماره كيماويه وكنبدا نجمع العجين ديالي على هذا الشكل هذا. اذا العجينه ديالنا هي من بعد مجمعنا كتجينا على هذا الشكل هذا. كندهنها بالقليل من الزيت باش ما تبقاش تلصق لينا الا بغينا نخدمو بها على هذا الشكل هذا. وكنقسمها تقريبا على 4 الكرات باش ندير دي سيجار ديال الفقاس. كنحاولوا اننا نجمعوهم. شوفوا كما كتشوفوا معنا العجين كتجي رطبه. اذا في هذه الاثناء هذه غادي نحاول انني نبسط الكرات اللي عملت قبل. خديت هنا واحد القطاعه ووضعت فوق منها هذا الورق ديال الطهي باش ما تلصقش لينا العجينه، يعني باش ما نحتاجوش نديرو الدقيق. وكنحاول انني نطلقها بالمدلك بشكل طولي
على الشكل هذا، ما تكونش رقيقه بزاف وثاني ما تكونش غليظه، يعني السمك ديالها تيكون بين وبين، يعني ما كتكونش مجيناش باش ما يجيناش غليظ. اذا بعد ما طلقنا العجينه ديالنا انتما كتشوفوا السمك ديالها، كناخذ هنا ابيض البيض وكنحاول انني ندهن به العجينه كامله. كنستعملوا الابيض البيض باش ملي نوضعوا الفواكه الجافه ديالنا يعني تثبت لينا، ما نلقاوش مشكل ملي بغاو نقطعوه، يعني يبقاو يتحيدوا، يعني تيبقاو ثابتين. وكناخذ هنايا اللوز وكنبدا نستفو على هذا الشكل هذا. كذلك كناخذ القرقاع كنديروا نفس الطريقه. وكنديروا هنا العنب كذلك. كنستمروا على هذه الطريقه هذه. سكنكمل يعني الوجه ديال الورقه ديالي او العجين ديالي في التستاف. وكنحاولوا من بعد ما كملت الساف ديال الفواكه الجافه ديالنا كنحاول اني نبرك عليها، يعني نضغط عليها شيئا ما باش تاخذ لينا المكان ديالها. وكنغطيها كذلك، كنعاود ندهنوها بالقليل من ابيض البيض غير بشكل خفيف. اذا غادي نبدا دابا نجمعها على شكل رولو. كنجمعو على الشكل هذا حتى كنحصلو على رولو. كنحاولو اننا نجمعوه من جناب. اذا هذا هو الشكل ديالو. كنكملو على هاد الطريقة هذه حتى كنكملو الكمية ديال الكرات اللي عندنا.
اذا هذا هو الشكل ديال لي رولو ديالنا من بعد مجمعناهم كيجيونا على هذا الشكل هذا. في هذه الاثناء هذه كناخذ واحد اصفر بيضه مع قهوه نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان كنمزجهم هكا مزيان وكندهن بهم دي سيغار ديالي باش كيعطيونا واحد اللون ذهبي من الفوق. اذا السيكار ديالنا من بعد ما دهناهم مزيان كناخذ واحد الفرشيط كندير بها خطوط يعني كنقشهم. تقدروا تخليهم سامبل يعني كل واحد والذوق ديالو. هاد الخطوط تعطونا واحد رونق بحال الجماليه الفقاس ديالنا. اذا في هذه الاثناء هذه غادي ندخلهم الفران بعد ما نكون سخنته بطبيعه الحال وغادي نطيبهم نص طيبه ما نخليهمش يتحمروا ونطلقاو. اذا الفقاس ديالنا من بعد ما خرجته من الفران يعني ما خليناش تحمر غير شد فراسو وخرجناه. غادي نخليه يبرد مزيان يعني تقدروا تخلوه ليله كامله. اذا الفقاس ديالي من بعد ما برد مزيان انا خليته غير نص نهار يعني خليته برد مزيان ودخلته للمجمد حتى شد راسو باش ما نلقاش مشكل في التقطيع باش ما يتهرش ليا. وغادي نبداو نقطعو فيه ان شاء الله. اذا غادي نبدا نقطع ضروري ناخذ الموس يكون ماضي باش ما يتهرش لينا الفقاس وكنمشيو بشكل مائل باش يعطينا واحد الشكل جميل للفقاس يعني ما يكونش رقيق على هذا الشكل هذا. انتما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي جميل. انتما الشكل ديالو كيفاش كيجي صراحه كيجي غزال وكنستمر على هذا المنوال هذا حتى كنكمل لي سيجار ديالي. اذا بعد ما كملنا في التقطاع ديال الفقاس في هذه الاثناء هذه كندخلوا الفران على هذا الشكل هذا كندخلوا الفران وكنشعل عليه من الفوق يعني العافيه كتكون كتشوف فيه باش يتحمر لينا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس من بعد ما حمرناه كنخلوه في هذا اللون هذا يكون ذهبي يعني ما كنحاولوا اننا ما نحمروش بزاف. صراحه هذا الشكل ديالو كيجي رائع وحتى المذاق كيجي لذيذ بزاف انتم كيف ما كتشوفوا. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بالصحه والراحه.